ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح العسل وصباح الاخضر وصباح السما الزرقاء وصباح النهار الحلو، صباح الخير وصباح البركه وصباح كل حاجه حلوه. صباحكم زي العسل. النهارده يوم جميل قوي 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 ان شاء الله باذن الله. تفائلوا كده في بدايه اليوم انه يبقى يوم جميل وهتلاقوا اجمل ما انتم متوقعين. صباحكم زي العسل. النهارده هنبتدي يومنا بالرز واللبن. صباحكم لبن، صباحكم قشطه، صباحكم عسل كده. يعني هنبتدي يومنا بالرز واللبن والفانيليا. هنبتدي يومنا بالرز واللبن. هنعمل النهارده رز ولبن بقى بالقرع العسلي. يا لهوي يا لهوي، هتاكلوا صوابعكم وراه. يعني اللي هيجيلي خلي باله من صوابعه، ماشي؟ يلا هنبدا بقى الفيديو. وانا على السطح والدنيا الشمس لسه بدري، احنا لسه بدري حوالي الساعه دلوقتي 7:30 8. ف قلت بقى ايه؟ اضغطوا لايك، اصلا مش عارفه اتفتح بالشمس. اضغطوا لايك، احنا الشمس في وشنا فالتصوير جاي بايظ. اضغطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا وتعالوا نقعد بقى ونفرش ونقعد بقى وايه وناخد راحتنا. يلا ازيكم. نسمي بالله بقى ونصلي على النبي ونبدا بقى. احنا عاملين النهارده تحدي. تحدي ايه يا نشوى؟ تحدي 24 ساعه تحت الخيمه. ايوه فعلا حقيقي، تحدي 24 ساعه تحت الخيمه. هو مش 24 ساعه بصراحه، وهي مش خيمه بصراحه، بس هي احنا هنحتسبها كده، هنحتسبها. واخدين بالكم؟ صباحكم زي العسل. بصوا بقى، دي الحته بتاعت السطح كده، انا بحب اقعد في الحته دي والسطح كله واسع، بس قلت الحته دي تبقى ظل شويه، فقلت بقى هقفرش عليها بقى. الحته دي اللي احنا دايما بنقعد فيها كل يوم بالليل، انا يعني انا وعلي، انا حد يجي سهران معانا نطلع نقعد فوق على السطح. السطح واسع ما شاء الله وكبير، والهواء فيه والله بصوا انا قلت لكم الهواء فيه زياده عن اللزوم، عكس الدنيا حر جدا عند الناس كلها، وسبحان الله السطح ده فيه شويه هواء، والله العظيم ما هم فراس كبار. كل مره اقول لكم الجمله دي. بصوا بقى، انا قلت اعمل خيمه كده، وانا كنت هطبخ هنا على طول، بس قلت الشمس هتبقى فوقي هتصدعني وهتضايقني وهبقى متضايقه. لا انا بحب استمتع بكل حاجه زي ما انتم عارفين، قلت اعمل خيمه كده على قدي. يعني الخيمه دي اغلب الناس بيعملوها بتوع الخضار، ويعني مالهم بتوع الخضار احسن ناس، فانا قلت اعمل زيهم عادي، يعني اجرب اعيش يوم من ايامهم يعني. بس هم طبعا ربنا يعينهم وبيرزقهم يا رب، يوسع عليهم، فعلا بيتعبوا. واللي بيجري على اكل عيش، وقلت لكم يعني الموضوع ده 500 مره، اللي بيجري على اكل عيش وده ربنا يعينه ويرزقه. وطبعا كل الناس اللي يعني انا اصل انا كنت نزلت قلت طبعا الدكتور والمهندس طبعا يعني بيشتغلوا بكله، بس مش زي بتاع الخضار والناس اللي بتبقى ماشيه في الشارع وبتتعب. فناس كتبت قالوا لا يا نشوى بيتعبوا، وطبعا بيتعبوا. وانا ليه ما قلتش انهم، انا ما قلتش انهم ما بيتعبوش. شفتوني وانا شايله القرع على راسي احمر على ابويا بطيخ. ده طب القرع العسل بيتقال له ايه بقى؟ العسل. او قرع على ابويا بطيخ؟ لا، قرع على ابويا عسل. مش عارف. القرع العسل الطازه ب2.5. المهم يعني ده المعنى انا عايزه اقوله، ان كل الناس بتتعب وكل الناس شقيانه، الدكتور والمهندس والظابط والبتاع الخضار كل الناس بتشتغل. ربنا يوسع على رزق كل الناس يا رب ويكرمهم ويوسع عليهم. بص بقى تعمل ايه يا نشوى؟ انا حطيت التنده اللي فوق دي، التنده الخيمه اللي فوق دي علشان الشمس. شوفوا كده قاعده في الظل والهواء، والله العظيم الهواء كان بيطير التنده ذات نفسها. فالنهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل رز ولبن بقرع العسل، او قرع العسل بالرز ولبن. بس بجد والله العظيم والله والله اللي كل اللي داقه اتجنن عليه بجد، كان طعمه حلو قوي قوي. رغم ان انا يعني الكميات الكبيره قوي الحاجات دي بتبقى صعبه عليها انك تظبطي كميه كبيره زي دي، بس والله كانت طعمه فظيعه وحلوه قوي. انا ونانو بقى ايه قاعدين نشتغل، وبعدين علي كان يجي يبص علينا ويمشي، ونادين شغاله في الشقه اللي تحت. يعني بصوا اول مره نادين تتعب تعب في الشقه اللي تحت، يعني كانت الشقه مبهدله بس هي خلتها لي زي الفل. المهم انا كنت جايبه كذا قرعيه عسل، كذا واحده كبار، وحتى كان في لسه تحت علي طلعهم لي وهو طالع، لان ما قدرتش اطلع كلهم. انا طلعت اربعه كده انا ونانو، بس اربعه كبار. مش عارفه ليه قرع العسل غيره كان اول بيبقى على الطرق، بيبقى على الطريق دايما واحنا معديين مسافرين في اي حته، اسكندريه بقى رايحين اي حته، كان بيبقى على الطريق بيبقى رخيص. مش عارفه ليه اليومين دول غالي بقى. شد نفسه. بصوا انا اتعورت، انا يعني في المرحله دي اتعورت بقى، بس الحمد لله يعني حاجه بسيطه كده، عشان قرع العسل اوحش حاجه في تقشيره بصراحة، تقشيره كان صعب 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 يعني. المهم بقى جبت حلة وحطيت عليها دول حوالي 25 ريتل لبن، حطيت انا عليهم 3.5 مثلا كيلو رز،
تمام. انا عشان عايزاه يبقى سايح شويه، ما بحبوش اللي هو الجامد، كل ما انت تكتري رز جامد يعني يجمد معاكي اكتر. وعايز تضيفي نشا، انا ما بضيفش نشا، انا بعتمد على النشا اللي هتنزل من الرز. انت بتعملي ايه نشوه النهارده؟ انا بصوا انا هعمل كده اطباق رز ولبن ونوزعها ونروح النهارده. ايه بقى اللي ما راحش على المقابر من زمان، اللي جيرانك بقى اللي ما عايز تبعت لهم حاجه حلوه تدوقها لهم، الناس اللي ماشيه في الشارع والناس اللي محتاجين والناس اللي غير محتاجين، يعني كلنا محتاج، يعني كل الناس محتاجه عادي، يعني مش قصدي الناس اللي تبقى عايزه حاجه حلوه، الناس اللي تبقى مشتاقه لكوبايه رز ولبن، الدنيا حر الواحد بيبقى عايز حاجه مسكره كده، حاجه حلوه كده يعني، فاهمين قصدي؟ تديله باور وتديله نشاط كده ان هو يقدر يكمل شغله. فانا عملنا النهارده رز ولبن بالقرع العسل، بس كان جامد. المهم انا خرطت كده الرز، خرطت كده القرع زي ما انتم شايفين مكعبات، ونزلت عليهم بكيس سكر. بس اللي انا اعمله ده كله، انت بقى لو هتعمليه في بيتك على قدك، بزودي شويه سكر لان انا عملته عادي شويه، يعني ناقص السكر شويه عشان الناس، مش كل الناس بتحب الحاجه مسكره. بصوا ما شاء الله ده قسط لبن، قسط اللبن تعرفين القسط بتاع اللبن؟ ده القسط بتاع اللبن والله العظيم لسه طالع من الجاموسه دلوقتي. لسه طازه والله، يعني محلوب قدامي. فلبن بقى بصوا يعني بعد ما بيغلي كده غلوتين، شوفوا بيتقل ازاي. والقرع العسل خلاص استوى، انا بهرسه كده بالهراسه زي ما انتم شايفين، مش بهرسه كله كله يعني، بس بهرسه برضو بالهراسه زي ما انتم شايفين. واللبن تقل معانا اهو، اول ما اللبن يبدا رز ولبن يتقل معاكي كده، تضيفي له بقى انت الحاجات بعد ما الرز يكون استوى جدا، تضيفي له، مش تضيفي له من البدايه لا. انا كده كان عندي كيس فانيليا، ضفتها على كام كيس، لان الكيس الفانيليا اللي عندي، ازازه الفانيليا السايله دي اللي انا ضفتها في الاول كانت قليله، عشان انا عامله كميه كبيره هضيف كيسين سكر. بس انت لو هتعملي في بيتك او هتعملي، يعني هو ده بصراحه طلع ناقص السكر سنه، وده اللي كان عاجبني ان انا ما بحبوش يبقى مسكر قوي، عشان مش كل الناس هتبقى حابه الحاجه المسكره قوي. ده كريم شانتيه، ده كده كيس ب20 جنيه كريم شانتيه، كريم شانتيه خام من اي عطار. كريم الشانتيه لما بتحطيه على الرز ولبن وعلى الفانيليا بيبصي يعني بيودي الرز ولبن حته تانية خالص. هتقولي لي زي بتاع المحلات؟ والله ما بتاع، والله وانا بحلف مفيش بتاع محلات يعمل يعني رز ولبن بالحلاوه دي، مش حلاوه بتاعي بس، حلاوه لو انت عملتيه بالطريقه دي. خلاص اول ما خلاص كده رز ولبن، قبل ما انا احط القرع ممكن تغرفيه في اطباق ويبقى رز ولبن بس، خلاص كده خلص يعني، كده خلاص كمل مراحل سواه. انا بقى قبل ما اطفي عليه كده بشويه بجيب القرع العسل اللي انا هرسته، وبحاول بمصفى، يعني هي دوت الكرنيب ده مخرم كده شيء المصفى، بحيث ان ما ينزلش فيه ميه، ما ينزلش على الرز ولبن ميه، يعني اللحم بتاع القرع العسل بس، اللي هو طبعا احنا ما ضفناهوش ميه، احنا حطينا عليه السكر وغطينا عليه، هو نزل ميته واستوى في ميته وبدا ينشف من ميته، خلاص عامل زي المربى كده البيور، عارفين طريقه المربى؟ هو نفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده. احط واقلب، احط واقلب، كل بقى ما انت تحطي وقلبي كده. بصي مفيش اسهل من كده، ان عملنا النهارده يعني كميه كبيره وفي نفس الوقت خلصت بسرعه 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 والله. والجو كان حلو والقعده على السطح فوق جامده جامده جامده. بصوا انا هسيب في الاخر شويه قرع عسل في الاخر كده احطهم على الوش، يعني انا بصوا دلوقتي ان انا بقيت لي خلاص اعملي يا ماما وانا هقلب. بصوا في حبه كده لسه في الحله صغيرين اهم زي ما انتم شايفين، شايفيني حله القرع العسل ما شاء الله، الحله دي كبيره، الاذان ده اسمه اذان، اذان كبير كده يعني ما شاء الله اتملى كله يعني، والكميه كانت جامده. اي حاجة انا عايزة اقولك على حاجة، مش لازم ان انت تكوني تقولي ما احب اخرج اجل لله، لازم يبقى انا عايزة اجيب فراخ واجيب لحمة واجيب معرفش ايه ومفيش معايا فلوس، ده انا نفسي ومش قادرة. لا، باي حاجة بسيطة من عندك تقدري تفرحي بها اي حد، مش كل الناس عندها كل الحاجة. انت شايفة ان الرز ولبن بالقرع ده حاجة عادية جدا؟ لا، ما مش حاجة عادية بالنسبة للناس، في ناس تانية حباه، يعني في ناس تبقى اما تجيب لها الطبق كده، ويعني ما يبقى مثلا واحد بيباع خضار في الشارع، او واحد مثلا غلبان ماشي في الشارع وحران والجو شمس والدنيا صعبه، وتدي له كده طبق رز ولبن سقعان كده يطري على قلبه، يا لهوي يا لهوي على كميه الثواب اللي انت هتاخديه، وعلى كميه الدعاء اللي انت هتسمعيه. والله العظيم والله العظيم انا بسمع كميه دعاء، انا يمكن حاجات كتير 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 ربنا بيسترها معايا قصاد دعوه واحده بس من حد انا بديله حاجه، هو حتى لو ممكن يقدر يشتريها، بس يكفي ان هو يعني، حتى سيبك بقى من الناس اللي في الشارع، يكفي جار ليا او جاره ليا او حد تبعي او حد يعني
حد تعرفيه، اما يتاخدي كده، اما يتاخدي، اما تيجي ياخد منك حاجه لازم يدعي لك، مش شرط الناس المحتاجين بس اللي بيدعوا، لا والله انا ما وديتش حد طبق الا ما يدعي لي، ربنا يوسع عليك، ربنا يشفيك، ربنا مش عارف. فكميه دعاء بحاجه بسيطه يعني، ربنا يا رب يجعله دايما في ميزان حسناتنا. يمكن ربنا بينجيني وبيوفقني وبينجحني بسبب حاجات من دي والله. ما تست يعني ما استسهليش تقولي لا يا ناشفه انا مش معايا فلوس اخرج حاجه، لا عودي نفسك باي حاجه بسيطه. انا اول ما جيت البيت ده نويت كده نيه لله ان انا ابدا كل خميس ان شاء الله باذن الله احاول اعمل اي حاجه. طبعا مش شرط مش كل خميس، كل خميس عشان ما ايه ما يعني ما يبقاش عائق عليا، لا انا على قد ما اقدر. عرفت ان انا كل خميس اعمل اي حاجه بسيطه خير، ربنا كرمني ومعايا اجيب اي حاجه بسيطه خير. ما فيش الاسبوع ده وخليها الاسبوع اللي جاي عادي، مش شرط. شوفوا ما شاء الله الكميه كانت رهيبه والله العظيم، ده غير ان انا وزعته قبل ما نعمله، غير اللي انا اكلناه يعني. بصوا ما شاء الله الكميه كانت كبيره كبيره. وعلي بقى في الاخر اجى ساعدنا، دي معالق بقى انا خلاص عملت رز ولبن، جبت على كل معلقه رز ولبن البطاطا، البطاطا القرع العسل كده حطيت معلقه كده في النص. الناس بدات تيجي اهو زي ما انتم شايفين بقى، فقلت يلا بسرعه عشان ننزلهم تحت عشان ما حدش يطلع وينزل على البيت. انا بقى بصوا علي كده بقى بيحط المعالق في الاطباق هو ونانو، ونانو تناولني وانا لف بالاسترتش، وانا لف بالاسترتش ما اخدش مننا وقت، وخلصنا بسرعه بسرعه وكان سريع وكان طعم 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 يعني. كان تحس ان هو كله قشطه، ما تفهميش ليه، ما اعرفش ليه كان تحس ان هو كله قشطه كده، ما كانش كان ليه طعم غريب بصراحه يعني، كان حلو زياده عن اللزوم. ربنا يحلي اي حاجه انا بعملها في بق اللي ياكلها يا رب، وانتوا كلكم ربنا يحلي اي حاجه تعملوها من ايدكم يحليها في بق اللي ياكلها يا رب كده، ويجعله في ميزان حسناتنا كلنا ان شاء الله. بصوا انا ايه بس سخنه، بس بصوا انا حمرت دول اهم عشان علي بيحب القرع ده متحمر. تعالوا بقى ايه ننزل عشان بصراحه انا تعبت. الحمد لله يعني الحمد لله كان يوم خفيف، ده السطح الحمد لله كان يوم خفيف اهو. هننزل بقى ايه، بصوا شقه امير نادين يعني عمتها النهارده اول ما اجت إيه اول ما صحت عملتها الحمد لله يعني اهو الشقه اهي. وتعالوا ما اطمنكم على كتكوتاتي اللي انتوا بتسالوا عليها في الكومنتات، ازيكم صباحكم عسل. عايزين بقى ننضف لهم الحته بتاعتهم وكده بس اما ايه مرتاح شويه. ودي حاجه امير اهو، وده سرير امير، وده قسط اللبن بقى ايه هديه الراجل بتاع اللبن. بصوا وده القرع العسل ده فاض بقى مني، ما كنتش شايفاه الا بعد ما خلصت في كيس كده احطه في الفريزر ابقى اعمله ليه انا بقى في اي يوم. بصوا بسم الله ما شاء الله نادين الحمد لله ربنا يبارك لها ويديها الصحة، عملت لي بقى الشقة. أنا جبت الراديو ده هنا عشان نسمع القرآن. بس عشان إيه عندي أنا بحطها كده عشان إيه الفصل. بصوا الشقة الحمد لله. بصوا عايزة أقول لكم إن بالليل بالليل علي وهو نايم أهو حاطط شنطة البلح جنبه، مش شنطة مش شنطة من كيسة مش من حتة تانية. ازيكم عاملين ايه؟ شكلي متبهدل بقى عشان لسه طالعة، شكلي متبهدل بقى عشان لسه نازلة من فوق وكده وحاجة الأكل وكده. دول بقى ايه نادين حطيتهم لي في الشمس اهم اللي احنا بنتغطى عليهم، ودول اللي نشرتهم هلمهم بقى وانشر غيرهم ان شاء الله يعني. بصوا الحمد لله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يلا بسم الله. شوفوا الحمد لله مطبخ زي الفل. هعمل بس شوية قهوة عربي مع صينيتين القرع العسل ويبقى إيه ده المزاج العالي. الحمد لله الدنيا زي الفل عشان أنا هنتغدى أو هنفطر أو مش عارفة دي الوجبة دي بتاعتنا هي الوقت الساعة 2:30. هناكل الوجبه دي هناكل الوجبه دي هحكي لكم هنا هناكل الوجبه دي وبعدين نروح راس البر نبات بقى هناك في راس البر. ماشي ماشي تعالوا بقى نشوف هنقضي يومنا ازاي وهنعمل ايه. بصوا بقى الحمد لله الحمد لله خلاص وزعنا بقى الوجبات الاطباق الحاجه الحلوه تم تعالى خير بدري، وقلنا نطلع ناكل اكل على السريع على السريع كده
وبعدين زي ما انا لابسه الحمد لله قلت ننزل بقى على طول نروح على راس البر نبات هناك نغير يعني، جو شوية كده. بس هنقعد مع اخواته اول لان اخواته مستنين هناك في عند البيت، عند بيت امه. ايه ده عايز اكل ايه دي؟ كان يوم جميل يا جماعه والله العظيم بجد خفيف. والله العظيم مطلع حته رز ولبن قشطايه كده عسليه وحياه ربنا. اكل يجي ست طبق. ست ايه؟ ما كل حكايه خمسه. كل ما يطلع طبق، كل ما طلع طبق ياكله. كل ما طلع طبق يا جماعه أم عامل ان هو بيقع منه. بقول الحي وقع وقع ويقوم اكله. مش عارفه الراجل ده عامل فيه ايه؟ ان كانش ربنا ياخده. لا يا عم كل شويه اما اقول الكلمه دي اقول ايه عشان اقول عشان يسمع ايه وانا بقول له بعد الشر عليك. ولو طلعت سرحانه يا جماعه بتبقى مشكله وقضيه والله. لو قالها في وسط الكلام مع اخواته مثلا ويقول لهم يا رب ياخدني مثلا ويبص لي عشان اقول له بعد الشر عليك. طفل صغير. خلي الكلمه النعم. يلا تعالوا نطلع بقى ايه نتغدى ونلبس وننزل على طول. لا انا لابسه ننزل على طول. ناكل وننزل. ناكل وننزل يلا. سلام. كده بقى رحنا راس البر بقى وكلنا سهرنا وابراهيم وقعدنا تعشينا وفضلنا سهرانين لما النهار طلع. كان يوم حلو فعلا بجد، كان يوم كله بركه كده وحلو. حلو. بصوا بقى احنا خلاص خلصنا السهره بتاعتنا لحد ما بقتش سهره، يا بقت صباحي دلوقتي. بصوا احنا الصبح اهو النهار طلع بقى وقعدت اقول لهم سيبوني نايمه. انا بصوا تحس ان انا لساني تقيل من كتر ما انا خلاص عايزه انام مش قادره. سيبوني نايمه بس الراجل ده هو مرضاش. الراجل ده نعسان خالص. لا خلي بالك انت اللي سايق. بس بصوا يا جماعه عشان الواحد يقعد بقى هناك وينام وكده لما صلاه الجمعه ممكن تروح علينا عشان طبعا لسه ما نمناش يعني هنبدا ننام فصلاه الجمعه هتروح علينا وانا قاعد اخرف ولا من عارف انا بقول ايه. انا بلاحظ يعني مش فاهمه يعني انت صلاه الجمعه هتروح هنا لكن تروح هنا عادي؟ ما احسن لازم كده كده اروح اصلي عندنا في البلد. هو علي عنده طقوس غريبة قوي يعني، هو عنده صلاة الجمعة لازم تبقى جنب بيتهم المسجد المعين اللي طول عمره من وين لسه نونو بصلي فيه. لا والله العظيم وساعات ابقى انا في مثلا في البيت يحب يروح يصلي في حتة بعيد، اروح الحتة البعيد يروح يصلي جنب البيت. تفهمش هو بيجري ولا مش عارف مني لا والله ما اعرف. المهم خلاص بقى الساعة بقت 5 احنا منظر جميل. النار بقى بدا يشقشق. صباحكم زي العسل وربنا يحل ايامكم ويوسع رزقكم. الله دعوه جميله يا رب عبون يا رب. والنار كده لسه طالع كده ربنا يكرمكم يا رب ويريح بالكم ويسعدكم. تعالوا بقى ايه ننام في العربيه قبل ما نعمل تحدي. انت ما تعملش حاجه خالص انت تسوق انت. يلا تصبحوا على خير وان شاء الله فيديو جديد وصباحكم زي العسل.